القيادة العامة للجيش تؤكد أن العدوان الأمريكي على إحدى القواعد الجوية السورية مخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية. الخارجية الروسية تقول إن الضربات الأمريكية ظاهرة من ظواهر العدوان الذي تتعرض له سوريا. ردود فعل منددة بالعدوان الأمريكي على سوريا ودعوات لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. الواحدة ظهرا في دمشق، حياكم الله إلى نشرة الأخبار. أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن العدوان الأمريكي السافر على إحدى القواعد الجوية في المنطقة الوسطى مخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويبعث برسائل خاطئة للمجموعات الإرهابية للتمادي في استخدام السلاح الكيماوي كلما تعرضت لخسائر كبيرة في الميدان المعركة. بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة 3:42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية كبيرة. إن هذا العدوان الأمريكي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري، ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً لداعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سوريا على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية. إن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة تبرير هذا العدوان بذريعة استخدام الجيش العربي السوري للسلاح الكيماوي في خان شيخون دون معرفة حقيقة ما جرى وتحديد المسؤول عنه، من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة للمجموعات الإرهابية تجعلها تتمادى في استخدام السلاح الكيماوي مستقبلاً كلما تعرضت لخسائر كبيرة في ميدان المعركة. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد أن هذا العدوان المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية يسعى للتأثير على قدرات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب، وتؤكد أن ردها هو المزيد من التصميم على مواصلة واجبها الوطني في الدفاع عن الشعب السوري وسحق الإرهاب أينما وجد، وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. دمشق في 7 من شهر نيسان لعام 2017، القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحميد دشتي، رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. دكتور عبد الحميد، مساء الخير. أسعد الله مساك وسادة المشاهدين أستاذ حسين. دكتور، عدوان أمريكي جديد يخالف القوانين الدولية، يخالف قرارات مجلس الأمن، ويخالف كل شيء ويستهدف سوريا، ماذا تعلقون؟ بداية أعزي السيد الرئيس المقاوم الأول بشار الأسد وحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية باستشهاد أبطال سلاح الجو والدفاع الجوي في الجيش العربي البطل السوري، وأدعو للجرحى بالشفاء العاجل لأن يكملوا مسيرة الانتصارات. لا شك أن هذا العدوان السافر الذي كشر عن أنيابه في سياق المشروع الصهيوني-أمريكي والسكوت على هكذا اعتداء هو عار على الإنسانية وعلى المدافعين عنها وعلى كل أحرار العالم وشرفائه. لا شك أن هذا العدوان المستنكر جملة وتفصيلة
عندما قام به العدو الأصيل الأمريكي بعد أن عجز وكلائه من داعش والنصرة والجماعات الإرهابية المدعومة سعوديا إسرائيليا تركيا وبرضا تام وتنسيق من البريطانيين والفرنسيين، وفي سياق الحرب الكونية التي تشن منذ ما يزيد على 6 سنوات ودخلنا في العام 7. نعم. اليوم هذا منحى خطير جديد في العلاقات الدولية، فلا أساس ولا سند لهذا الاعتداء لا في ميثاق الأمم المتحدة ولا في الشرعة الدولية. نعم. أين ذلك الاعتداء الأحادي الذي قامت به أمريكا المتغطرسة المارقة، والذي يؤكد الإخلال بالأمن والسلم الدوليين؟ نعم. الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير الفاعلة لإيقافها وللتنديد بهذا العدوان من قبل مجلس الأمن تنديدا صريحا، وإلا فأصبح الأمن والسلم الدوليين أصبح في مهب الريح. اليوم أمريكا وهي عضو في الأمم المتحدة، كما هي سوريا نعم عضو في الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة من جميع الأعضاء، ولهم ذات الحقوق والمزايا، فلا بد من أن يحفظ حق سوريا في الرد. ومن اليوم ومن هذه الساعة ومنذ أن أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، فهم العالم أن سوريا تحتفظ بحقها في الرد بالمثل على كافة المصالح والقواعد والقطع البحرية والقواعد الجوية أينما كانت الأمريكية، لكن ذلك يوجب على العالم خاصة في الهيئة الدولية لوقف أمريكا وغيرها لعدم التهديد باستخدام القوة وضمان سلامة وسيادة واستقلال الدول الأعضاء. وبالتالي لا شك أن هذا الأمر يوجب على المجتمع الإنساني الدولي. طيب، ألا يجب دكتور عبد الحميد أن يكون هنالك إدانات من مجلس الأمن، من الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الخرق؟ مجلس الأمن مطالب اليوم بأن يندد تنديدا صريحا نعم هذا العدوان، وإلا فعلى المنظومة الدولية السلام. أيضا على الشعب السوري اليوم أن لا يبات في البيوت، أن يخرج إلى الشوارع تنديدا لهذا العدوان والتفافا حول حكومته وعلى قيادته وعلى رئيسه. فالمؤامرة واضحة أصبحت جلية للعيان، كل الناس عرفت لماذا يستهدف بالذات هذا المطار، لأن هذا المطار حيوي وهو رأس حربة الحرب على الجماعات الإرهابية التي تحميها كل دول العدوان على سوريا وبالذات أمريكا المعتدية اليوم. فالمؤامرات بين خان العسل وخان شيخون تعددت، وقام الإرهابيون باستخدام غاز السارين مرات، وسوريا أبلغت الأمم المتحدة. وببساطة شديدة العالم اليوم يعرف أن هذه الحرب الإرهابية التي تشن على الشعب السوري والقيادة السورية المصرة على المضي في مخطط تقسيم سوريا، والتي تستهدف قائده ورئيسه سيد الرئيس بشار الأسد المنتخب شرعيا والعالم كله يعرف، ما زال هذا العدوان يستثمر في الإرهاب والإرهابيين، وما زالت من تسمى للأسف بالمعارضة المعتدلة التي تتخذ من الرياض مقر لها، والتي كانت تسعى لتخريب كل المؤتمرات في جنيف وفي أستانة دائما، كل هذا لأن العربان
في سياق المخطط الصهيوني الأمريكي للأسف يريدون إطالة أمد الحرب بشتى الوسائل لتخطيط سوريا. لا نعم. يجب أن نركن. على كل أحرار العالم اليوم أن يقفوا وقفات التنديد على كل الحقوقيين الدوليين الذين يريدون حفظ الأمن والسلم الدولي ويدافعون عن الإنسانية حقا. لا بد من أن يوقف هذا الرئيس الكاوبوي ترامب الذي تجرى وهو ليس سوى موظف في هذه الدولة العميقة التي تريد أن تذهب لو منفردة إلى الحرب المباشرة على سوريا. نعم. فهي اليوم تدرك أن روسيا والصين وغيرها التي لن توافق على أي قرار ظالم لإدانة سوريا ظلما لإدراجها تحت الفصل السابع، وهي لن تسمح لأمريكا ولا غيرها بشن حرب على سوريا كما فعلت سابقا في العراق بذريعة امتلاك الأسلحة الكيماوية، وتبين الكذب فيما بعد، انكشف كذبها بعد ذلك. نعم. طيب. ولكن العراق الذي تدمر. نعم. اليوم هناك روسيا وإيران وهناك محورا في الساحة في سوريا، والأيام القادمة ستثبت أن اللعبة لن تتكرر وسوريا ستنتصر وسيحرر آخر شبر من أرضها إن شاء الله، وسيسقط المخطط المسمى بالمناطق الآمنة والحكم الذاتي وخلافه. طيب دكتور، ليس من المستغرب، أنا آسف على المقاطعة، ليس من المستغرب أن من رحب بهذا العدوان هو الاحتلال الإسرائيلي، هو النظام السعودي، هي تركيا، هي فرنسا وبريطانيا، هذه الدول مجتمعة في محور العدوان على الحرب في سوريا. سؤالي لهذه الدول اللامحترمة، نعم، على ماذا استندتم في ميثاق الأمم المتحدة أو على أي من شرعة الأمم المتحدة؟ ولكنه للأسف مخطط صهيو أمريكي تكفيري وهابي سعودي هو أداة رخيصة، هم عليهم التمويل بالمال، وعلى للأسف الأردن الذي سخر أراضيه كما تركيا التي شاركت بالمؤامرة، ما هم إلا أدوات رخيصة لتنفيذ المخطط الاستعماري الاستكباري. وأحرار العالم اليوم قاطبة، و الشعوب العربية الحرة تدرك تماما أننا في مرحلة الانهيار والسقوط التام من قبل هذه الأنظمة التي سخرت أنفسها خدما واسترخصوا دولهم ومقدراتها ووضعوها في خدمة هذا المشروع. ولكن اليوم أحرار العالم جميعا مطالبين بأن يتصدوا لكل المصالح الأمريكية ويندد ويقف كما وقف اليوم السيناتور الأمريكي وهو عضو الحزب الجمهوري ريتشارد بلاك، وبين أن اتهامكم للرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف على الهجوم الكيماوي في خان شيخون أنه فاقدا للمنطق، لأن الرئيس الأسد على وشك هزيمة داعش، فما يبرر ذلك؟ وبالتالي اليوم حتى في أمريكا الأصوات الحرة المناهضة لهذا المشروع الصهيوني أمريكي التكفيري الوهابي الذي يستخدم السعودية وتركيا والأردن ومن يلف لفهم أصبح واضحا. ولكن لا يجب أن نركن من بعد اليوم وبعد هذا اعتداء السافر، ومع امتلاك سوريا بحق الرد بالمثل وفقا لشرعة الأمم المتحدة والميثاق، نعم، بانتظار سماع تنديد مباشر من مجلس الأمن الليلة قبل الغد، وإلا فلسوريا أن تستخدم كامل حقها كعضو يملك كامل الحق مثله مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أعضاء الأمم المتحدة. طيب دكتور، تحدث حضرتك قبل قليل عن ما جرى في العراق والأكاذيب التي ساقها كولن باول في مجلس الأمن من أجل غزو العراق واعتذاره فيما بعد عما جرى حتى لا تتكرر
تجارب الأكاذيب الأمريكية، هل نستطيع محاسبة اليوم من خلال المحافل الدولية، من خلال المحاكم المختصة، كل من شارك في العدوان على سوريا وعلى الشعب السوري؟ هو بكل تأكيد اليوم المنظمات الدولية وما يحدث فيها، وأعان الله الأبطال السفراء السوريين الموجودون في المحافل الدولية كالدكتور بشار الجعفري وكذلك الدكتور حسام هلا في جنيف وغيرهم من أساس الشرفاء في وزارة الخارجية وعلى رأسهم معالي الوزير المعلم اللي يعملون وفقا لتوجهات شعبهم وتوجيهات قيادتهم بالتصدي لهذا المشروع، وهم يعلمون كيف تدار الأمور للأسف في هذه المنظومات الدولية. للأسف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، هذه الأمور ماضية طالما هي تخدم المشروع الصهيو أمريكي الإمبريالي الاستعماري الذي يعيث فسادا في منطقتنا الشرق أوسطية ويستهدف أمتنا وشعوبنا، وبالتالي يمكن يأتي يوم للمحاسبة، يمكن أن يأتي يوم للمحاسبة وهي مستحقة، وارتكاب هؤلاء لشتى أنواع الجرائم ثابت وموثق، فجرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق كل من أسميت في سياق المشروع الصهيوني الأمريكي ثابت، ولكنهم اليوم هم يريدون أن ينزعوا القبعة من على رؤوسهم ويضعوها على رؤوس الأحرار في سوريا، لأن سوريا مصرة على الصمود، مصرة على المقاومة، مصرة على حفظ الكرامة والعزة العربية، لأن تبقى الأمة أمة أبية وليبقى أهلها نعم أحرار شرفاء. لا نحتاج إلى أن نشرح الدعم الأمريكي للعصابات الإرهابية بعد الآن دكتور عبد الحميد، خصوصا من خلال الدعم سواء الذي يقدم من الجانب الأمريكي أم حتى من الاحتلال الإسرائيلي مع بقية الأدوات الإقليمية، وفي العدوان رسالة واضحة لداعش والنصرة من أجل أن يعيدوا هجماته مرة أخرى على مواقع الجيش العربي السوري وعلى المناطق المدنية، ماذا تقرأ في ذلك؟ هو لا شك مجرد استهداف هذه القاعدة، اليوم انظروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي نعم. كلها تفضح، تكلمت بدقة عن الطائرات ومنظومة الدفاع الجوي والتصدي اللي كان قبل أيام للاعتداء على تدمر، وهي رأس حرب محاربة داعش وما يدور في دير الزور والرقة والمناطق اللي هي ارتدادات لما يحدث في الموصل في العراق، هذا كله اليوم متداول على وسائل التواصل. الزيف، الأقنعة سقطت، هؤلاء كانوا في الماضي يستخدمون إعلاما ويصورون بعض المشاهد والصور، وكانت قناة الجزيرة تضع والعالم كله كشف هذا في مرحلة مبكرة، أما اليوم فالأقنعة سقطت تماما وسقطت ورقة التوت وكشفت عورات هؤلاء المعتدين، وبالتالي اليوم العالم أصبح عارفا لماذا تم هذا العدوان لدعم الجماعات الإرهابية ومحاولة التقدم إلى مناطق تم تحريرها منهم، وبالتالي هذا النوع من الدعم، ولكن لا أتخيل أنهم يجرؤون أن يذهبوا إلى حرب شاملة ومع امتلاك سوريا كعضو فاعل في الأمم المتحدة لكامل الحق بالرد على هذا العدوان. أصبح اليوم من هذه اللحظة الطائرات الأمريكية التي سمح لها باتفاق مع الحليف الروسي بأن تحقق لها السلامة في سياق محاولة تغطية عورتها بورقة التوت على وعسى إنها تكون يمكن طرفا في محاربة داعش، وهذا كان من باب إلقاء الحجة من قبل الحكومة السورية التي رضيت لما اقترحه الحليف الروسي، ولكن اليوم روسيا أعلنت أنها تسقط هذه المذكرة
وبالتالي رفعت الآن كل أعمال الحظر على التصدي لهذه الطائرات. فمن هذه اللحظة وإن كان الاستهداف اللي استهدف القاعدة يمكن كان يتوقع قرار كهذا، وعلى يمكن أن يشل الدفاع الجوي أو الطائرات التي ستتصدى من هذه اللحظة لأي طائرة أمريكية معادية تخطي لو لمتر واحد في الأراضي، فهي هدف مشروع منذ هذه اللحظة. وبالتالي أتوقع وإن كان هذا العدوان مؤلم وإن كان عار علينا كأمة وكإنسانية وكعالم متحضر أن نسكت على هذا العدوان، لكن نقول رب ضارة نافعة، فهذا هو تحول دراماتيكي في المشهد سيقود إن شاء الله حتما إن شاء الله الانتصار بإذن الله. أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف من جنيف الدكتور عبد الحميد دشتي، رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. مراسلة الإخبارية مشاهدي الكرام في حمص شيرين العلي قد وافتنا في وقت سابق بالرسالة التالية. أكد مصدر عسكري سوري تعرض قاعدة جوية وسط البلاد إلى عدوان صاروخي أمريكي ما أدى إلى وقوع خسائر، وبحسب مصادر أهلية فإن هذا العدوان قد حصل فعلا واستهدف مطار الشعيرات العسكري أحد أهم القواعد الجوية العسكرية في سوريا والذي يقع جنوب شرقي حمص على بعد 30 كيلومترا منها. أهالي الشعيرات والمناطق المجاورة الذين استفاقوا على أصوات انفجارات هائلة منذ الساعة 3 فجرا، حيث التجأ النساء والأطفال إلى أقبية بينما انتشر الرجال والقوى الشعبية المدافعة عن القرية في الشوارع تحسبا لأي هجمات من قبل المجموعات الإرهابية سواء من داعش أو النصرة من قبل المناطق المجاورة. العدوان الأمريكي طبعا قد سبب أضرارا مادية بالغة في المطار إضافة إلى وقوع بعض الشهداء والجرحى في صفوف حامية المطار. كل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. يذكر أن مطار الشعيرات كان له الدور الهام في مكافحة الإرهاب، حيث أن ساحته انطلقت منها آلاف الطلعات الجوية والتي استهدفت منذ بدء الأزمة في البلاد أماكن وتحصينات التنظيمات الإرهابية على كامل البقاع الجغرافية السورية، والتي أسهمت في تحرير عدة مناطق في سوريا ولا سيما مناطق تدمر والقريتين في ريف حمص. أهالي الشعيرات والمناطق المجاورة يؤكدون وقوفهم إلى جانب الجيش السوري وثقتهم بتحقيق انتصارات جديدة، وهذا العدوان لن يحبط من معنوياتهم ولن يثنيهم عن تحقيق هذه الانتصارات. أرادها دونالد ترامب رسالة سياسية بأدوات عسكرية، فشن عدوانا على قاعدة جوية سورية. أرادها دونالد ترامب رسالة سياسية بأدوات عسكرية، فشن عدوانا على قاعدة جوية سورية، محاولا تقديم أوراق اعتماد مبكرة لكل من اللوبي الصهيوني من جهة والإرهابيين الذين تتداعى صفوفهم على الأرض من جهة أخرى. قبل سنوات وعندما كان باراك أوباما يهدد بشن عدوان على سوريا، اعتبره ترامب غبيا وأنه يسعى لتنفيذ عدوان من أجل لا شيء. هذا كان رأي ترامب تجاه نية أوباما تنفيذ العدوان، واليوم يأخذ الرئيس الأمريكي موقع أوباما ليبادر لشن عدوان مشابه لما خطط له الرئيس السابق دون أن يوجه لنفسه النقد ذاته. إذن هو عدوان لا يخدم سوى الإرهابيين الذين طالبوا مموليهم بتخليصهم من مأزق تحت وقع ضربات الجيش العربي السوري، كما أنه يأتي استجابة للمصالح الصهيونية التي لا تستطيع إدارة ترامب تجاهلها. الوقائع على الأرض ومنذ بداية الأزمة في سوريا
تؤكد أن رسائل ترامب وعدوانه لا يمكنها أن تحقق له ولأدواته أيا من الأهداف التي يسعون إليها، حيث أثبت السوريون بصمودهم وثباتهم أنهم قادرون على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات. السوريون يعبرون عن رفضهم للعدوان الأمريكي. الزميلة نور محمد جلت في شوارع دمشق ونقلت لنا آراء الشارع السوري. أكيد يعني أمريكا هدفها من هالضربة زي ما قالت محدودة، إنه إسرائيل صول وجول بالأجواء السورية على كيفها وعلى راحتها، وشي أكيد يعني هذا المطار عم بضرب داعش ما عم بضرب أي شيء تاني. ضربة اللي ضربتها سوريا للطائرات الإسرائيلية آخر مرة زعزع الكيان تبعهم، شلون بدهم يقوموا بالضرب؟ ضربوا بإدلب الكيماوي هن جماعتهم واتهموا سوريا حتى يخلقوا ذريعة إنه الجيش السوري هو اللي قام بالضربة. هو الجيش يعني الله يخلينا إياهم ويقويهم يا رب، يعني هن ضمانتنا. نتمنى كمان بس على بسرعة وقت كمان نردوا فيها بإذن الله، نحن متفوقين على الإرهاب بإذن الله. هن إجباري حيردوا الضربة، وهن ما بيهمون، هن بدهم يدعموا هذا الشيء بالنهاية، بدهم يدعموا إسرائيل، ما هن إيد واحدة من يوم يومه. الله يضربهم إن شاء الله يا كريم يا حليم، إن شاء الله بنضربوا ضربة عنهم ما بيقوموا فيها. لازم يعني نحل الموضوع بشكل نهائي. قالت وزارة الخارجية الروسية إن الضربات الأمريكية ظاهرة من ظواهر العدوان الذي تتعرض له سوريا. الخارجية الروسية أضافت أن موسكو تدعو مجلس الأمن الدولي لجلسة طارئة لبحث العدوان الصاروخي الأمريكي على سوريا، مشيرة إلى أن روسيا أعلنت تعليق العمل بالمذكرة الروسية الأمريكية بشأن ضمان أمن التحليقات في الأجواء السورية. الخارجية أكدت أيضا أن العدوان الأمريكي على سوريا تم التخطيط له قبل أحداث إدلب، مضيفة أن العدوان الأمريكي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع. توالت ردود الأفعال المنددة والمعترضة على العدوان الأمريكي الذي استهدف إحدى القواعد الجوية في سوريا. الكريملين قال إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر الضربة الأمريكية على سوريا انتهاكا للقانون الدولي وأنها محاولة لتشتيت الأنظار عن سقوط ضحايا في العراق. الكريملين أضاف أن بوتين يعتبر أن الضربة الأمريكية ستضر بالعلاقات مع روسيا وتعرقل بشكل كبير إنشاء تحالف لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التجاهل الكامل لحقيقة استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي في سوريا يعقد الوضع بشكل كبير. بدوره عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن إدانة بلاده للعدوان الأمريكي، مؤكدا أنه تم في وقت يقف فيه المنفذون والمستفيدون من أحداث خان شيخون وراء الستار ما سيؤدي إلى تقوية الإرهاب. قاسمي أضاف أن التحرك أحادي الجانب هو أمر خطير ومنافي للقوانين الدولية. إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان تقف ضد أي تدخل عسكري خارجي في سوريا وتدعو إلى الحوار وإحلال السلام. الأمريكيون في مدينة لوس أنجلوس يعبرون عن رفضهم لسياسة شن العدوان العسكرية التي بدأت إدارة ترامب باتباعها. تقرير يامن ديب. حالة من القلق تسود الشارع الأمريكي عقب العدوان العسكري الأمريكي على مطار شعيرات قرب حمص، عبر عنها الأمريكيون في وسط مدينة لوس أنجلوس إزاء قيام الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ كروز على سوريا. أعتقد أنه من الجنون أن يوجه انتقاما سريعا دون التفكير في التداعيات، ولا أعتقد أن علينا أن نفعل شيئا. حسناً، أنا معارضة أساساً لكل ما يفعله دونالد ترامب. أشعر بالرهبة وأعتقد أن هذه الضربة هي إلهاء عن قضايا ترامب الداخلية، ويبدو أن ذلك سيستمر لبضعة أيام. الأمريكيون دائماً يختلفون عن زعيمهم في أوقات الحرب. أشعر أن الأمر صعب، حيث أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن الأشياء الرهيبة التي تقوم بها.
لا أعتقد أنه من المفيد حقا أن نبدأ بضربات مباشرة. قد تكون هناك طريقة أخرى للحصول على حل سلمي، وأنا متأكد من أن القصف هكذا يمكن أن يقود إلى تصعيد للعنف في المنطقة. حسنا، أنا أعلم بما فعلوا، لكن هذا النوع من الضربات قبل أن نفكر بما حدث يستدعي القلق بشأنه. ترامب، والذي يواجه أكبر أزمة في السياسة الخارجية منذ توليه مهامه في كانون الثاني الماضي، كان قد صرح في منتجعه في مارلاغو أنه أمر بضربات صاروخية ضد مطار سوري، معلنا أنه تصرف في مصلحة الأمن القومي الأمريكية حسب زعمه. إلى ذلك، سارعت الدول الراعية للإرهاب في المنطقة وعلى رأسها النظام السعودي وكيان الاحتلال الإسرائيلي للترحيب بالعدوان الأمريكي على سوريا. فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ العدوان على سوريا، سارعت أدواته في المنطقة لإعلان تأييدها لهذه الجريمة. النظام السعودي حجز لنفسه موقعا متقدما ضمن جوقة المهللين والمرحبين بالعدوان، حيث عبر مصدر في خارجية نظام الرياض عن تأييده الكامل للعمليات العدوانية على سوريا، وهو موقف يتماهى مع موقف الكيان الإسرائيلي، حيث اعتبر بنيامين نتنياهو أن ترامب وجه رسالة قوية حسب زعمه. معارضة الرياض وما يسمى الائتلاف المعارض سارع بدوره للترحيب بالجريمة الأمريكية بحق السوريين، معربا عن أمله باستمرار هذا العدوان. وكي تكتمل الصورة الصفراء التي انتهجتها القنوات الشريكة بسفك الدم السوري، سارعت قنوات الفتنة ببث السموم عبر شاشاتها، محرضة على سفك المزيد من دماء السوريين، لتقوم كعادتها بدور مكمل للإرهابيين وداعمهم. ميدانيا، الجيش العربي السوري يحكم السيطرة على تلال حاكمة في دير الزور ويقضي على عشرات الإرهابيين ويحقق تقدما بريف حماة الشمالي وإحباط هجوم لإرهابي النصرة على محور كواني كنسبة بريف اللاذقية. أبرز التطورات الميدانية في هذا التقرير. عمليات عسكرية واسعة يخوضها الجيش العربي السوري على محاور عدة، وحدات من الجيش تحكم سيطرتها على تلال حاكمة في غربي دير الزور هي تلة هلال، الدشم، تلة ميلاد. العمليات استهدفت تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحطة المياه، أسفرت عن القضاء على العشرات من الإرهابيين وتدمير آلياتهم ومعداتهم. إلى ذلك، تتواصل العمليات العسكرية على مساحة واسعة في ريف درعا، وحدات من الجيش أحبطت محاولات تسلل مجموعات إرهابية من جبهة النصرة في جدية، حاولت التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية. المدفعية استهدفت تحركاتهم في حي الكرك وطريق الجمرك القديم بدرع البلد وتدمير مدافع ورشاشات دوشكا. وعلى اتجاه ريف السويداء الشمالي، قضت وحدات من الجيش على كامل أفراد مجموعة إرهابية كانت تتحرك من منطقة اللاجات باتجاه ريف السويداء. في ريف اللاذقية، أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما إرهابيا تابعا لجبهة النصرة، ودمرت 3 عربات مفخخة للتنظيمات الإرهابية قبل وصولها إلى القرى الآمنة على محور كباني كنسبة شمال شرق اللاذقية، ما أدى إلى تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار العديد منهم باتجاه المناطق القريبة من الحدود السورية التركية. ضربات المدفعية والصواريخ استهدفت أيضا مقرات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي على التلال المشرفة على جبل المزبد شمال الصوامع تدمر بريف حمص الشرقي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات العراقية المشتركة تعلن استعادة السيطرة على حي اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.
حياكم الله من جديد. قناة المنار تبث تحقيقا تحت عنوان جدار الوهم ركز على الاستعدادات الصهيونية لمواجهة احتمال هجوم حزب الله لاحتلال الجليل. مراسلة الإخبارية في بيروت معها التفاصيل. جدار الوهم فيلم أرعب العدو الصهيوني. قناة المنار كانت بثت تحقيقا تحت عنوان جدار الوهم، والذي ركز على الاستعدادات الصهيونية لمواجهة هجوم حزب الله لاحتلال الجليل. أثناء التحقيق عرضت القناة أكثر من 10 نقاط مختلفة على طول الحدود من خلال نشر صور وأفلام خاصة لتلك النقاط من الجانب اللبناني، وفي بعض الحالات تم نشر صور قبيل الاستعدادات الصهيونية وبعدها. طبعا هي صور تعرض مجموعة من الإجراءات التي اتخذها جيش الاحتلال، تؤكد يعني بالمشهد وبالصورة بأن هذه الإجراءات تدل على أن الاحتلال يأخذ مسألة سيناريو دخول الجليل كسيناريو جدي، يتعاطى مع هذا التهديد كتهديد فعلي، وأن هناك احتمال كبير أن يتجاوز حزب الله حتى هذه الإجراءات. لذلك يعزز الاحتلال هذه الإجراءات ويبعث بالكثير من الرسائل بأنه يستعد لمواجهة هذا التحدي في الكثير من النقاط على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. الصور التي عرضت في البرنامج صورت من قبل قسم جمع المعلومات، والذي قام عناصره بتصوير مواقع جيش العدو الصهيوني في وضح النهار، إضافة إلى تصوير وسائل جمع المعلومات العلنية والسرية واللواقط الهوائية وأجهزة الرادار التابعة له والأدوات الهندسية التي تبني عوائق على الأرض وتضع بلوكات إسمنتية وجدران من الجانب الصهيوني من الحدود. أدركوا بأن المقاومة في لبنان تحمل من المصداقية وتحمل من القدرة على تحقيق الإنجازات ما يفتقده الجيش الإسرائيلي. هناك نظرة للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله تحديدا، نظرة خاصة يحمل مصداقية أكثر من المسؤولين الإسرائيليين لدى الجمهور الإسرائيلي. عندما يطلق الأمين العام معادلة الدخول إلى الجليل، كل الإسرائيليين يصدقون بأن هذه المعادلة ستتحقق، وأن أي حرب مقبلة سيشاهد الإسرائيليين مقاتلي حزب الله داخل المستوطنات الشمالية. الفيلم عزز قوة حزب الله لدى الجمهور اللبناني، ومن جهة أخرى توليد الخوف من قوة حزب الله لدى المستوطنين، وتقديم دليل على أن النشاطات التي يقوم بها الجيش الصهيوني على الحدود الشمالية لن تجدي نفعا في اليوم الذي يقرر فيه حزب الله احتلال الجليل. أيا كان، فأن هذا التحقيق يثبت أن لدى حزب الله قدرات متطورة، وبأن حزب الله لا يخشى جمع المعلومات في وضح النهار وأمام أعين الكيان الصهيوني. نور الحاج، الإخبارية السورية، من الضاحية الجنوبية، بيروت. استعادت القوات العراقية السيطرة على حي اليرموك الثانية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. التفاصيل في تقرير نادية جنداوي. حرب شوارع ومعارك كر وفر لا تزال تشهدها مدينة الموصل، وتحقق من خلالها القوات المشتركة تقدما جديدا في الميدان بعد تكبيدها تنظيم داعش التكفيري خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. حي اليرموك الثانية في الجانب الأيمن من الموصل تم تحريره ورفع العلم العراقي فوق مبانيه من قبل قوات مكافحة الإرهاب، التي تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير آليات لهم. تطور يأتي بعد مقتل 42 إرهابيا من التنظيم في وقت سابق في ذات المناطق، من بينهم متزعمون أجانب ومنهم مسؤول انتحاري ما يسمى كتيبة صقور الخلافة، ومسؤول غماسي الكتيبة ذاتها والمسؤول العسكري لها. قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي صدت هجوماً لعصابات داعش الإرهابية حاولت اقتحام قاطع عملياته بعملية انغماسية في منطقة الحضر غرب الموصل، وقتلت 30 منهم وفجرت لهم 3 سيارات مفخخة. وفي جبال مكحول شمال صلاح الدين عثرت قوات الحشد الشعبي على خنادق وممرات سرية كان يستخدمها داعش لشن هجماته على المواقع العسكرية للجيش العراقي، الذي ومن خلال عملياته العسكرية النوعية استطاع تحقيق جميع أهدافه المرسومة وفق خطط دقيقة للقضاء على تحصينات وبؤر التنظيم في مناطق عدة. تقرير بريطاني يندد بالظروف التي يعانيها عمال بناء ملاعب كأس العالم في مشيخة قطر. من جديد تطل معاناة العمال الأجانب في قطر، وخاصة العاملين في مجال بناء الملاعب المخصصة
لاستضافة مونديال 2022 برأسها من خلال التقارير الإعلامية الغربية. تقرير بريطاني جديد تحدث عن الظروف التي يقاسيها العمال الأجانب في قطر في ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 في كرة القدم. وجاء في التقرير الذي أعدته وكالة إمباكت الاستشارية في مجال أخلاقيات التجارة بطلب من اللجنة المنظمة لمونديال قطر وشمل 10 شركات تنفذ عقودا في ورش الملاعب أن نصف هذه الشركات لا تمنح عمالها أي يوم راحة، فالعمال لفترات طويلة تصل إلى 18 ساعة يوميا في ظروف مناخية غاية في السوء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحرمان هؤلاء العمال من الراحة ولو ليوم واحد طوال 5 أشهر. وقالت إمباكت في تقريرها إنها من أصل الشركات العشر التي شملها التدقيق حددت 6 حالات حرجة من عدم الامتثال، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تشمل ساعات عمل إضافية مفرطة. وتنص القوانين القطرية على أن ساعات العمل يجب ألا تتجاوز 48 ساعة أسبوعيا، أي 8 ساعات يوميا، مع الحصول على يوم واحد على الأقل من الراحة أسبوعيا. ولكن مع ذلك لم تلتزم قطر بالقوانين ولم تفي بالتعهدات التي قطعتها بالقيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب وإصلاح نظام الكفالة الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، فهي تعمل كغيرها من ممالك ومشيخات الخليج على تقليص الإنفاق في ظل تسجيل عجز بزهاء 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى خلال 15 عاما بسبب دعمها للإرهابيين وتسليحهم وتمويلهم وخاصة في سوريا. قبل الختام تذكير بالعناوين. القيادة العامة للجيش تؤكد أن العدوان الأمريكي على أحد القواعد الجوية السورية مخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية. الخارجية الروسية تقول إن الضربات الأمريكية ظاهرة من ظواهر العدوان الذي تتعرض له سوريا. ردود فعل منددة بالعدوان الأمريكي على سوريا ودعوات لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. النشرة انتهت، حياكم الله.